اوعى تخلي الدنيا تمشيك وتخلي كلامها يمشي عليك. ما تخليش حاجة تتحكم فيك، ربنا خلقك تختار بين ايديك. هتفكر ليه ده الموضوع فيك، ده الموضوع فيك. ما تقولش ظروفي والله ما مساعدة ما مساعدة، وتحبب نفسك كده في القعدة علشان في أقل منك أحلامك على الحيطة. وكل ما تحقق حلم روح امسك قلمك وعلم عليه. حياتك قصة فيلم ليه ما تكونش بطلها love.